مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي M Station؟ ما هي ميزات M Station؟ ما هي M Station؟ هي أول لعبة BSCS Metaverse Blockchain على سلسلة BNB. يمكن للاعبين استدعاء الشخصيات وإكمال مهام التعدين اليومية وحماية M Station ونهب العناصر النادرة للعب والكسب. ما هي ميزات M Station؟ في رحلة لاكتشاف الكون المتعدد تكتشف شركة BSCS Space Venture كوكب BSCDIUM. قررت الشركة الاستقرار وبناء M Station لبدء التنقيب على تلك الموارد النادرة. هذه الموارد قيمة للرحلة الطويلة لمغامراتنا الفضائية، والهدف هو حماية M Station. M Station هي شبكة دفع مالية لا مركزية، تعيد بناء كومة الدفع التقليدية على البلوكشين. تستخدم سلة من العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية مثبتة خوارزميا من خلال عملتها الاحتياطية لتسهيل المدفوعات القابلة للبرمجة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.